لبنت تحب اقول لكم حاجه، انا تو في مطار تونس مش نحكي لكم نكته باش تضحكوا علي. لخ مطار تونس القهوه، قهوه نورمال راه ديريكت ما فما فيها شيء ب 8500 تونسي، يعني 8 دينارات و500، وكعبه الكرواسون قال لي ب 6500 ب 14 دينار. انا مانيش شاربه قهوه في تونس. تونس باليرمو ساعه راهو طياره، نوصل باليرمو تقول لكم قداش القهوه غاديك، وشوفوا ديفيرنس عباد غادي تخرجوا. والله العظيم والله الله مش نعمل لكم حد شيء الا ما نوصل شويه خلينا ناخذ طيارتي اللي بينش احنا باليرمو خدوا. مانيش نحكي على الفلوس، لا نحكي اللي احنا لازمنا نعيشوا قدر فليسيتنا شويه اخر نوصل قدرة ربي ونطلب نهبط لكم فيديو ونشوفوا القهوه غادي بقداش. معنا وصلنا لباليرمو هيك البراكه او خزر هيك القهوه في المطار بيدو نتاع باليرمو. القهوه بانو روسا كونتي اللي هي ديريكت كابوتشينو ويني والكرواسون معناها الكورنيت بونيور يعني 2.50 يعني ما بعضهم بين 7500 8000 تونسي. تحيه تونس، هذايا مطار والاخر مطار.